مرحبا، أنا زينب الغوتي، أخصائي التغذية من عيادة زينة نيوتريشن ويلنس. موضوع اليوم رح نحكي عن موضوع صحة الجهاز الهضمي. صحة الجهاز الهضمي اللي هي بتشمل صحة المعدة وصحة كمان القولون. بداية، هذا الموضوع جدا كبير، بتخلله كثير عوامل، من طبيعة الأكل، طريقة الأكل، من طبيعة الستريس، من طبيعة نظام الحياة تبعنا، وبنفس الوقت طبيعة النوم تبعنا كمان، طريقة حياتنا بشكل عام. بداية خلينا نحكي عن موضوع إيش هي المأكولات اللي بشكل عام بتعزز من صحة جهاز الهضم، بالأخص القولون. بالقولون تبعنا في عندنا بكتيريا نافعة اللي هي ميكروبيوتا. هاي برضو البكتيريا النافعة بنعززها عن طريق، أول إشي في عندنا مأكولات بنسميها فيها البريبيوتكس. البريبيوتكس هاي طبيعه المأكولات اللي بتحسن او بتعزز انتاجيه هاي البكتيريا النافعه بالقولون. هاي البريبيوتكس بتغذي البروبيوتكس. البروبيوتكس هي البكتيريا النافعه بحد ذاتها. البريبيوتكس وين موجوده؟ موجوده بالبصل، موجوده بالتومه، موجوده بالفجل، موجوده بالشوفان، موجوده بالموز. فبشكل عام هاي المأكولات بتعزز هاي البكتيريا النافعه. وبشكل العام الالياف هي تعتبر من اهم الاشياء اللي ننتبه عليها، نحطها بنظامنا لحتى فعلا نعزز من صحه الجهاز الهضمي. فاول شغله لازم الشخص يعرف انه هل هو عم بياخذ الياف كفايه او لا. الجزء الاخر هو البروبايوتكس. البروبايوتكس كمان هي البكتيريا النافعه اللي بحد ذاتها، اللي هي برضه موجوده باشياء المخمره زي اللبن، في اشياء زي الملفوف المخمر الى اخره. وطبعا في اشخاص ممكن يلجؤوا للمكمل بال كبروبايوتكس. فالبريبايوتكس والبروبايوتكس هم بيكملوا بعض حتى فعلا يعززوا من صحه الجهاز الهضمي، وهم مع بعض كمان بيحسنوا من موضوع الامساك والاسهال للاشخاص اللي بتعاني من هذا الموضوع. الشق الثاني بشكل عام لازم ننتبه انه الشخص خلال نهاره الوجبات تبعته عم بتكون منظمه، وكل وجبه فيها نسبه الياف معينه، وبنفس الوقت هذا الشيء كثير حيحسن صحه الجهاز الهضمي اللي هي بحد ذاتها مرتبطه كثير بكمان المزاج كثير او المود بشكل عام، لانه في كثير كونكشن او ارتباط ما بين البرين هيلث وصحه الجهاز الهضمي. فالاشخاص اللي بيكون عندهم الجهاز الهضمي بطريقه او صحي نوعا ما، هذا الاشي كثير برضه بياثر على يكون عندهم برضه ليفل ستريس اقل، وبنفس الوقت المود احسن، لانه بالتالي بيكون هذا الشخص ما عنده انتفاخات كثير، ما عنده اللي هي حركه الجهاز الهضمي بتكون برضه منتظمه. فبدايه لازم نعرف شغله، او كمان شغله لازم نعرفها، انه العلاقه ما بين البرين والجت هيلث او اللي هي الدماغ وصحه الجهاز الهضمي كثير في كونكشن واسع بهذا الموضوع. بمعنى زي ما حكيت انه اذا كان صحه عندنا جهاز هضمي صحي، بالتالي احنا عندنا الستريس ليفل تبعنا رح يكون اقل او المود تبعنا رح يكون احسن. بالمقابل الاشخاص اللي عندهم ضغط نفسي بشكل مستمر بشغلهم بحياتهم، هذا الشيء برضه بياثر سلبيا على صحه الجهاز الهضمي، ممكن يعمل امساك، ممكن يعمل وجع، ممكن يعمل كمان اضطراب بحركه الامعاء بالجهاز الهضمي. فكتير مهم الاشخاص اللي عاده بتحس حالها ستريس او مضغوطه، من مضغوطه نفسيا خلال النهار او من ساعات العمل، تحاول تلجا لوسائل لحتى تخفف من هذا الستريس، منها المديتيشن او اليوغا او حتى كمان الرياضه اللي هي بتخفف الستريس، وبالتالي هذا الشخص يبطل الجهاز الهضمي مرتبط بهذا الموضوع او بخفف ارتباط الدماغ مع صحه الجهاز الهضمي. وكمان في اشخاص بالاخص اللي بيعانوا مثلا من قولون عصبي، بنلاقي جزء كتير كبير من العوارض اللي بيعاني منها هذا الشخص مرتبطة كتير بالشق النفسي. فعشان هيك كمان لما رح نحسن من صحة الجهاز الهضمي زي ما حكينا من عن موضوع الألياف إلى آخره، هذا الإشي برضه بيعزز من إنه نحسن الشق النفسي من الموضوع. اثنين، موضوع كمان لعادة الأكل السريع. في أشخاص عندها إنها بتاكل كتير بسرعة، هذا الإشي برضه بخلي الشخص يدخل غازات، وبالتالي ممكن يؤدي لانتفاخ. فالأشخاص اللي عندها هاي العادة حاول شوي شوي ناكل لحتى فعلا موضوع الغازات أو موضوع وجع المعدة بخف. الأشخاص اللي بتاكل بسرعة زي ما حكيت، في أشخاص بتعاني من وجع معدة بعد هاي العادة. اثنين، موضوع الدهون المشبعة الموجودة بمثلا الدهون المشبعة والمهدرجة الموجودة بالمقالي، باللحم الحمراء بكثرة،
المنتجات الالبان اجبان كامله، الدسم، الحلويات الى اخره. الافراط في تناولها برضه بيعمل خلل في التوازن بالبكتيريا النافعه بالكولون زي ما حكيت من قبل، وهاي المأكولات لما تقلل من كميه البكتيريا النافعه بصحه الكولون هذا الشيء برضه بياثر على صحه الجهاز الهضمي سلبيا. بالتالي ممكن نلاقي اشخاص اللي بتكثر من هاي المأكولات عندها زي ما حكيت حركه امعاء مش مناسبه او مضطربه، بنلاقيها عندها امساك اسهال بشكل مزمن. فالاشخاص اللي عندها بشكل عام العاده انها بتاكل هاي المأكولات بكثره نحاول برضه نخفف شوي شوي من هذا الموضوع. موضوع كمان هو موضوع شرب المي. في كثير اشخاص ما بتشرب مي كفايه، خصوصا انه هلا احنا مع الصيف ومع درجات الحراره العاليه بنعرف انه التربيه جدا مهمه، بس برضه التربيه جدا مهمه لصحه الجهاز الهضمي. فاذا كان اذا كنا عم نشرب مي بطريقه مناسبه هذا الشيء كثير بيعطي اثر ايجابي على صحه الجهاز الهضمي وعلى حركه الامعاء. فكثير مهم انه الشخص يسال حاله انه هل انا عم باخذ كميه كافيه من المي او لا، لانه زي ما حكيت بياثر هذا على صحه الجهاز الهضمي. الموضوع اللي هو كافيين بالمقابل، في كثير اشخاص من عم بتشرب كافيين بكميه كثير كبيره، بمعنى انها خلال ساعات العمل عم تشرب كافيين بشكل مستمر، سواء كانت مصادره من الشاي، من القهوه، مشروبات الطاقه، حتى المأكولات زي الشوكليت برضه فيها كافيين. الافراط في تناول هذا الافراط في تناول الكافيين طبعا راح ياثر على سلبيا على الجهاز الهضمي. ممكن يصير في اشخاص عندهم حرقه، في عند اشخاص عندهم وجع بالمعده، في اشخاص بصير عندهم عسر هضم. فكل هاي الامور مرتبطه بالكافيين الاوفر بنظام الشخص، فعشان هيك نحاول انه نخفف شوي شوي من الكافيين ونستبدله نستبدل المشروبات هاي متعود. اذا الشخص متعود انه دائما لازم يكون شيء قدامه يحاول يختار مشروبات فيها اعشاب، ينسون، مبونج، اللي برضه بتهدي من اي اعراض بيعاني منها الشخص بالجهاز الهضمي تبعه. كمان الموضوع اللي هو التدخين، كثير في اشخاص اللي بتدخن بطريقه كثير كبيره ممكن هذا الشيء برضه يأثر على صحة الجهاز الهضمي، فبرضه هاي من العادة اللي الشخص يحاول يراجع نفسه فيها للأشخاص اللي بيدخنوا. موضوع كمان اللي هو موضوع النوم، كثير في ريسيرش وكثير في ابحاث طبعا اكدت على موضوع قديش النوم من اهم العوامل اللي الشخص ينتبه عليها بموضوع الجت هيلث. لانه الشخص اللي ما بينام بطريقه كفايه، بنعرف انه الشخص لازم ينام ساعات معينه، وجوده هاي الساعات بمعنى انه ما بزبط الشخص يحكي انا بدي انام مثلا 6 ساعات، ينام من 5 الصبح مثلا للساعه 11، لا احنا دائما بننصح انه الشخص ينام بساعات الليل اللي هي نحكي من الساعه 11 للساعه 4 مثلا. هاي الساعات اللي جسمه بياخذ قسط من الراحه فيها وجهاز الهضمي تبعه بيكون مرتاح. فالشخص اللي ما عنده ساعات نوم منتظمه، ما عنده روتين نوم منتظم، بنلاقي انه كثير بيعاني من مشاكل الجهاز الهضمي، من ممكن من انتفاخات، من اوجاع الى اخره. فكثير مهم الاشخاص اللي ما بتنتبه على موضوع صحه موضوع النوم، كثير لازم نعرف انه هم مرتبطين ببعض، هذا كثير مهم. كمان شغله، الاشخاص اللي عاده كثير عندهم روتين كسولين خلال النهار او ما في حركه كثير، برضه هذا الشيء بياثر سلبيا على صحه الجهاز الهضمي وبالاخص صحه البكتيريا او طبيعه البكتيريا النافعه بالكولون. كثير مهم جدا انه الشخص يكون عنده حركه بخلال النهار تبعته، غير انه حركه بتعزز من صحه الجهاز الهضمي، بتحسن من حركه الامعاء، بس كمان شغله بتخفف الستريس. فقلنا زي ما حكينا من قبل انه في كثير علاقه وطيده ما بين الستريس وما بين صحة الجهاز الهضمي، فخصوصا هلا مع الوضع اللي عشناه مع كورونا ومع أشخاص زي ما حكينا تأثر سلبيا، حتى تأثر سلبيا بصحتهم النفسية وصحتهم الجهاز الهضمي اللي كثير سمعنا أنهم مرتبطين في بعض. فالرياضة هي تعتبر من أهم المواضيع اللي ننتبه عليها لحتى فعلا إن نحطها وندخلها بالطريقة المناسبة، وبنفس الوقت هيك إحنا بنحسن من صحة نفسية وصحة الجهاز الهضمي. لما نحكي حتى على التوتر، لما نحكي على موضوع التوتر او العلاقه بالجهاز الهضمي، كمان هذا
الارتباط هذا بعد بعطينا مجال نفكر اكثر انه نعم انا بدي اعمل وسائل مثل التنفس مثل الرياضه لتخفف من التوتر، بالتالي بخفف من الاثر السلبي اللي هيعمل هذا التوتر على صحه الجهاز الهضمي. فكثير كمان مهم موضوع العاده اللي هي ترك الساعات طويله بدون اكل. في اشخاص ممكن بيتركوا حالهم كثير جوعانين خلال النهار، بالتالي بيروحوا على وجبه كثير جعانين بياكلوا بسرعه وبياكلوا كميات كبيره، وممكن ياكلوا نشويات اوليتها كثير بكميه كثير كبيره، وهذا الشيء رح يعمل تخمه، وبالتالي هذا الشيء كمان بياثر على عمليه الهضم للشخص. فكمان موضوع طبيعه انه نقسم وجباتنا او نحط سناكس خلال النهار، هاي برضه من العادات اللي مهمه اللي الشخص ينتبه عليها. والسناكس هون بنرجع بنحكي عن موضوع البريبيوتيك او الاكلات اللي فيها الياف مثل الشوفان الموز إلى آخره، اللي هي برضو بتعزز من صحة الجهاز الهضمي وبتعطي ارتياح للشخص. فالسناكس برضو تعتبر من الأشياء اللي ننتبه عليها. مثلا كمان فكرة لبن مع مكسرات، هاي فكرة سناك كتير مهمة بتحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وبحد ذاتها بتهدي المعدة، وكمان شغلة الشخص بصير عنده إنتاجية أحسن حتى خلال النهار، لأنه بيعرف إن الجهاز الهضمي عم بيكون عم ماشي بالطريقة المناسبة. فعشان موضوع كمان صحة الجهاز الهضمي مرتبطة في الإنتاجية، كثير في دراسات ورجت ان الاشخاص مثلا بيعانوا من قولون عصبي، بيعانوا مثلا من كرونز، من امراض اخرى بتتعلق بالجهاز الهضمي، واذا كانت هاي الامراض مش عم تتعالج بالطريقه المناسبه او الشخص عم بيعاني منها بطريقه كثير كبيره بدون ما يعالجها بالطريقه المناسبه، بتاثر سلبيا على انتاجيته او على البرودكتيفيتي خلال النهار. فكثير مهم انه نحاول انه نفكر كيف احنا السناكس اللي بناخذها خلال النهار تبعتنا تكون عم بتفيد صحة الجهاز الهضمي، اللي بحد ذاته رح يكون عامل جدا لحتى يخفف الاستاس اللي الشخص بيعاني منه. موضوع آخر واللي هو موضوع كمان السكريات بطريقة كتير كمية كبيرة، حكيت قبل شوية عن موضوع الدهون المشبعة والدهون المهدرجة. السكريات أخذها بكمية كتير كبيرة من بشكل عام، هاي برضو بتضعف الكولون، بتضعف كمية البكتيريا النافعة بهذا بالكولون، وبالتالي هذا الشيء كمان يأثر سلبيا، وبالتالي في أشخاص ممكن نلاقيها بتعاني من إمساك، من انتفاخ، من إسهال نتيجة اضطراب هاي البكتيريا المنيحة بصحة الكولون. موضوع آخر لازم ننتبه عنه إنه حتى في أشخاص خلال فترة ساعات العمل بنلاقيها بتقعد كتير على الكرسي، أو مثلاً عندها ساعات طويلة قدام الكمبيوتر ما بتقوم. برضو الحركة خلال ساعات العمل، مش بس عم نحكي عن رياضة، عم نحكي عن حركة برضو خلال ساعات العمل. يعني الشخص بيقعد كتير على الكرسي فترات طويلة، برضو هذا الإشي بيأثر سلبياً. لا، لازم نقوم ونحرك شوي حرك الشخص لحتى برضو هذا الإشي بيساعد. كمان موضوع الاكل، او لما واحد شخص ياكل وجباته لما يكون مثلا عنده بريك لانش بريك، او باكل وجباته بشكل عام خلال النهار، وبكون عم بيطلع حتى على التليفون وعلى الكمبيوتر الى اخره، او بكون نوعا ما مش بانفايرمنت او بيئه مناسبه، هذا الشيء كمان ما بيخلي الشخص انه يستمتع بالاكل بطريقه مناسبه. بالتالي ممكن الشخص نلاقيه عم بياكل زي ما حكيت قبل شوي بسرعه، عم بياكل هو مضغوط او هو مش كثير مركز، اللي برضه ممكن ياثر على صحة الجهاز الهضمي من ناحية انتفاخ. فكتير مهم برضو العادة إن نركز بوجبتنا، هي برضو بتفيد صحة الجهاز الهضمي، بمعنى الشخص بيكون ريلاكس، بيكون مش عم بياكل بسرعة، أو مش عم بياكل بطريقة نحكي غير مناسبة من ناحية الانفايرمنت اللي بيكون هو فيها. فبرضو الانفايرمنت أو البيئة اللي إحنا ناكل فيها برضو مهمة لصحة الجهاز الهضمي. فبشكل عام زي ما حكيت، صحة الجهاز الهضمي هي بترتبط بأكثر من عوامل، بترتبط بنوعية الأكل زي ما حكيت، لازم نركز على الألياف، نركز على المأكولات اللي فيها المخمرة اللي فيها البروبيوتكس البكتيريا المنيحة. الألياف سواء كانت زي ما حكيت من الخضار اللي سميتها، أو حتى من كمان من الشوفان، من الفواكه زي الموز، نحاول ندخلها باستمرار بنظامنا، لأن هاي هي اللي بتفيدنا كتير. اثنين، موضوع نخفف من موضوع الدهون المشبعة والدهون المهدرجة اللي بتأذي البكتيريا النافعة بصحة الجهاز الهضمي، نحاول نكون مركزين على
هذا الموضوع، موضوع السكريات زي ما حكيت نحاول نكون مركزين انه عم ناخذ كميات كثير كبيره، لان هذا الشيء برضه بيضعف صحه الجهاز الهضمي. العادات التغذويه اللي هي الاكل بسرعه، حاول الشخص يركز على وجبته وما ياكل بسرعه، ينضغ شوي شوي لحتى فعلا هذا الموضوع ياثر عليه ايجابيا من ناحيه انه ياكل شوي شوي. اثنين، موضوع شرب المي، جدا مهم ان الشخص يشرب مي بطريقه مناسبه، يكون عنده ترويه صحيحه، لان هذا الشيء كثير حيساعد على حركه الامعاء في الجهاز الهضمي. الكافيين بالمقابل، الشخص يحاول يركز على موضوع انه ما يكثر من المشروبات اللي فيها كافيين، هذا الشيء ممكن كمان يعمل حرقه او ممكن كمان يسبب وجع بالامعاء، فكثير هذا مهم. موضوع النوم كثير مهم اساسي انه الشخص ينتبه عليه، يحاول يركز اني انا لازم اخذ من خلال نهاري ساعات نوم محدده، اللي هي برضه بتفيد صحه الجهاز الهضمي وبتقلل من موضوع الانتفاخ الامساك ومشاكل الجهاز الهضمي الاخرى. كمان موضوع اللي هو الحركه، كثير موضوع انه الحركه الرياضه حتى لو كانت يوغا، كمان موضوع التنفس، كل هاي الاشياء الامور الحياتيه بتاثر ايجابيا على صحه الجهاز الهضمي، اللي بالمقابل زي ما حكيت من البدايه بتخفف موضوع الستريس، لانه زي ما حكينا في كثير علاقه ما بين الدماغ وما بين صحه الجهاز الهضمي متواصلين مع بعض، معنى اذا احنا كنا ستريس هذا بياثر على صحه الجهاز الهضمي، لما احنا نكون ريلاكس او نكون عندنا روتين صحي خلال النهار هذا الشيء برضه بيحسن من حركه الامعاء او بخفف من اي عوارض سلبيه. فكثير مهم نعرف شغله انه كمان موضوع الكولون، صحه الكولون اللي هي فيها البكتيريا المنيحه زي ما حكيت بتاثر على موضوع كمان المناعه، خصوصا كمان انه مع وجود هلا كورونا كثير في كثير ابحاث اثبتت انه بكون عندنا صحه جهاز هضمي مناسبه وعندنا كمان عم نحافظ على هذا الموضوع، هذا الشيء برضه بيقوي مناعه الشخص، فهذا الشيء كمان لازم ننتبه عليه ونكون واعيين انه صحه الجهاز الهضمي مرتبطه بأكثر من جانب من صحتنا الجسدية والنفسية. فكثير مهم أن نحاول نركز على هاي الأمور، سواء كانت عادات تغذوية، نوعية أكل أو طريقة حياة، لحتى نعزز من صحة الجهاز الهضمي. والأشخاص اللي بتعاني مشاكل طبية معينة زي كولون عصبي أو كرونز أو ألسيريتيف كوليتس، هاي الأشخاص لازم تشتغل مع مختص حتى تعرف كيف تنظم أكلها وشو الأكل اللي لازم تركز عليه أو شو طريقة الأكل لازم تمشي عليها لحتى فعلا تخفف من العوارض اللي بتعاني منها، لحتى يصير عند الشخص فعلا يشتغل شوي شوي على جهاز هضمي صحي. فموضوع صحة جهاز الهضمي موضوع كتير كبير، موضوع زي ما حكيت بيدخل فيه أكثر من عامل، والأبحاث اللي عم تيجي هلا وعم تطلع أكثر بتركز على قديش هو الموضوع بيأثر على كل جوانب صحتنا من ناحية الجسدية والنفسية. شكراً.